عافية. إذا أنا بختم مع السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. بارك الله. عرفني بنفسك. مؤمن السولي من المغرب. أهلا وسهلا. مدينة أولاد تيمة. أنت نفتح لك الأبواب، ما تجلس برا، تفضل. تفضل، أهلا وسهلا. بس قفلوا الأبواب هذه. تعال أرجع ورا شوي. بس. أيوة عرفني بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، مؤمن السولي من المغرب، من مدينة أكادير. ما شاء الله. احنا بهذه المناسبه اللي نتمنى الله تعالى تحفظ خادم الحرمين سلمان وتخدم جميع الناس اللي تيشرفوا على خدمه الحرم المكي وفي المدينه المنوره، اللي تنتمنوا لهم جزاهم الله خيرا بالنسبه للسيفتي واحتياجات الخاصه اللي الحمد لله جميع. كيف الامور؟ انا كنت بسالك عن هذا الموضوع. والله الحمد لله ميسر، الحمد لله. يعني انت ما شاء الله على هذا الكرسي المتحرك، الحمد لله. هل وجدت صعوبه في التنقل؟ الحمد لله ما وصلنا حتى شي حاجه، الحمد لله. زرنا الروضه الشريفه في المدينه المنوره. أيه. الناس رجال الامن تنشكرهم بزاف على الخدمات اللي تقدموا للناس الاحتياجات الخاصه بدون افتخار، بدون الله تعالى شهد يعني احنا في هذا المقام. انا تتمنى الله تعالى تحفظ هذا البلد السعيد وتنصره وتحفظ حبيبي. جميع الناس حبيبي. اللي تيعينوا فيه، وتحفظ بلادنا وتحفظ ملكنا محمد السادس حتى هو حبيبي. وتحفظ جميع الشعوب الدول الاسلاميه كلها ان شاء الله حبيبي. الله يتقبل منه ومنك. وهذه بارك الله رازق. انا مبسوط مره انك معي بالتحديد. الحمد لله بارك الله. اذا بجوار هذا الرجل القادم من المغرب مشاهدي الكرام، واللي افتخر بتواجدي جنبه، وهو مثال حي كذلك لمن جاءوا يعني خلينا نقول اصحاب القدرات الخاصه، ولن نقول الاحتياجات الخاصه، لانهم ما شاء الله هو دخل وجاء وهذا هو وصل عندي هنا بكل يعني. هذه كبيرتنا، استودعكم الله انا وهذا المعتبر الطيب. بكره ان شاء الله 6:05 على قناه السعوديه مشاهدي الكرام، وعلى اذاعه جده موعد جديد في برنامج من الحرم. انت قول لهم في امان الله. بامان الله يحفظكم ويحفظ خادم الحرمين سلمان ويحفظ المسلمين اجمعين. السلام عليكم. مع السلامه.